في بعض اعمال ساعات الممثل يعملها وما تتذاعش. يعني انا كنت بعمل السنه اللي فاتت انا واحمد زاهر بنعمل سيت كوم اسمه دندوش بيأجر مفروش وما تذاعش. قبليها بكم شهر كنت بعمل بطوله سباعيه اسمها بيت المغتربات، ده اتذاع على بعض القنوات. ما اعرفش برضو في بعض القنوات ما بتتشافش قوي نسبه المشاهده، فانا ما بشتغلش كل يوم اللي هو تفتح الحنفيه تلاقيني. يعني غير ان انا في حاجه خاصه بيا كده، انا هوايتي او البلياردو بتاعي الاخراج المسرحي، فانا بخرج مسرح بقالي فتره. كان ليا تجربه شرفت ان انا اعملها اخراج اول مسرحيه باللغه الانجليزيه في مصر، ذا ماسك اوف جولد اللي هي القناع الذهبي. المسرحيه مسرحه مناهج مقرره على ثالثه ثانوي ثانويه عامه. الحمد لله اتشافت بشكل كويس قوي. عرضنا في ظروف صعبه جدا بعد الثوره مباشره، لان احنا كنا الطلبه في الشهر ده بيكونوا روحوا ثانويه عامه بالتحديد، بيكونوا بقى عاشوا مع المدرسين ما بيروحوش مدارس اصلا. واحنا الحمد لله لان الروايه ناجحه والتجربه جديده، احنا قدرنا نخلي طلبه من خلال علاقات من خلال التسويق بتاع المسرح ان نعمل 30 ليله عرض. 30 ليله عرض في هيئه المسرح ده كويس قوي، ده نجاح الحمد لله. والتجربه كانت ارش كومبليت الحمد لله. تجربه لما تبقى ارش يوميا واول مره في مصر مسرحيه باللغه الانجليزيه يبقى ده نجاح. وعملنا اسبوع في اسكندريه في مسرح الليسيه برضو كان ارش كومبليه برضو. عملنا حوالي اسبوعين في مسرح العايم، عملنا اسبوع هنا في مسرح متروبول اللي هو مسرح عبد المنعم مدبولي حاليا. انا بكتب للمسرح ودي هوايتي زي ما قلت البلياردو، بكتب وبخرج للمسرح، فده شويه بياخدني. غير ان انا ما بشتغلش بفكره ان انا بقى النحيت، يعني اللي هو كل يوم بعمل تجربه، يعني ما بعملش ده. الفيديو انا متواجد فيه بشكل الحمد لله، يمكن حتى لو اتاخرت حتى سنه بعمل عمل الحمد لله بشكل كويس قوي. نفس الحكايه المسرح، بعمل هنا حاليا في الجميله والوحش. التجربة بالنسبة لي مش جديدة لأن أنا عملت الشرير ده كتير، لكن بحاول أضيف لجاستون اسم الشخصية اللي أنا بعملها جاستون، إنه يبقى الشرير اللي هو الفاني يعني دمه خفيف يعني. وده الحمد لله يعني متحقق. الناس اللي قالوا، الجمهور اللي قال ده مش أنا اللي بقول دوت، إنه ده متحقق بالنسبة للجمهور الحمد لله. يبقى لأنه الشرير في الآخر لحم ودم، يعني هو مش شخصية رخم. يعني الناس بتخلط ساعات ما بين شخصية الرخم ما بين شخصية الشرير. أنا ممكن أجي أعمل شخصية واحد إتم أو رخم، دي قضية تانية، لكن لما أجي أعمل شرير ينفع يضحك، ينفع يبقى بيعمل فاني، هو لحم ودم. لكن لما يكون واحد بيتصف بالرخامة دي قضية تانية. الناس دايما بتخلط ما بين الرخم وما بين الشرير، على فكرة دي حاجة ودي حاجة. كنت بعمل قريب تجربة، أول برضو أول تجربة إخراج سينمائي بالنسبة لي، ودي فيلم ترامادول فكرتي وإخراجي، ولأول مرة أنا بخرج سينما. للأسف التجربة إنتاجيا واقفة شوية، عملنا صورنا يومين بس إحنا ربنا سهل ممكن نستأنف لما الظروف البلد تهدى شوية، والحمد لله البلد أفضل دلوقتي. قدام شوية إن شاء الله نرجع نستأنف فيلم ترامادول بإذن الله. هو انا كنت مرشح الاستاذ لطفي لبيب والفنانه ميمي جمال، ما صوروش هم، وما يعني حصل بالفعل اتصال لكن ما حصلش ان هم اتفقوا مع الانتاج. اللي صور بالفعل استاذ سعيد صالح كضيف شرف في الفيلم، شيماء سعيد صالح عملت مثلت وغنت في الفيلم، علي عبد الرحيم، عبد السلام الدهشان، حسين حجاج، حسن الهلالي، مجدي عبد الحليم، سامر المنياوي، سمير كامل، شروق، منى الشريف بطلة جديدة نجمة جديدة طالعة عملت ما شاء الله كام بطولة الأيام اللي فاتت. أنا بمثل في الفيلم ومش عايز أنسى حد فيه الحقيقة كتير يعني. وكان في اتفاق مع الفنان أحمد ماهر إنه يبقى ضيف شرف في الفيلم، وكنا عاملين سيستم إن يبقى كل شوية كده إحنا في الفيلم يبقى فيه حد ضيف شرف، يبقى يعني يعمل حتى لو مشهد، بس طبعا ثقله يعني وتاريخه هيفرق كتير معانا، ان احنا مش عاملين فيلم
يعني بعادل امام. يعني احنا عاملين فيلم يكاد يكون شبابي، لكن كل شويه عايزين حد تاريخ يعمل ينور منطقه، انور هنا منطقه، انور هنا منطقه، اساس ان يبقى المشاهد وما قبل المشاهد التوزيع ياخد الفيلم عن رضا. لانه للاسف التوزيع النهارده بيقول لك مين اسماء، مين اللي مضى، مين اللي معاك. فاحنا معتمدين على ان لما نيجي بالفعل نستأنف ان احنا يبقى معانا باذن الله يبقى معانا اسماء كتير ان شاء الله. كلمنا عن قصه الفيلم واشمعنى اسم الفيلم. هو فكره الـ 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 الاسم التجاري طبعا، لانه انت بتبقى عايز فيلم، بتبقى عايز اسم يجذب، اسم جذاب. هو انا عندي الحكايه تاتش بس في الفيلم، مش كتير، ومش عايز احرقه. ان الشخصيات الرئيسيه اللي هو انا ومعايا كاركتر كوميديان اسمه عطيه، هم بيتحط لهم كميه من الاقراص الترامادول ومعاها هيروين، وعلى كده بنبني بقى احداث الفيلم، بيتحط لهم من خلال عصابه موجوده. فانا مش عايز احرق الاحداث، لكن هو مجرد هو بلف يعني، مش ترامادول بقى، وكيف تعاطي الترامادول، مش كل القصه دي كلها. انا عامل فكره باني عليها الترامادول، باني عليه بعد كده احداث الفيلم. مش شايف ان الافلام اللي موجوده في السوق كلها شعبيه؟ انا ما قصدتش ان يبقى الفيلم شعبي. الفكره بتاعتي بدأت أشتغل، هما الاثنين من حارة أصلا. يعني أنا مش قاصد إن أنا أعمل، عارف أنت ساعات يجرك الموضوع إنك أنت تبقى في حارة أو تبقى في قصر. فالموضوع بدايته أنا في حارة، اللي هو الشخصيات اللي هما الرئيسية عندي هما ساكنين في حارة ومعدومين وبيدوروا على شغل ومش لاقيين شغل، وبيخشوا كده في منطقة مش عايز أحرقها مع عصابة. لكن هم انا مش قصدي اخش على منطقه الحاره، او ان انا اقلد، او ان انا عبد موته بقى وقلب الاسد والقشاش انا ماليش دعوه بالحاجات دي. وانا على فكره بادئ قبل، انا بادئ قبل الحاجات ديت. يعني انا ككتابه بادئ قبل المواضيع دي كلها، ومش قاصد. لكن انت ساعات بيجر الدراما بتجرك انك تخش قصر او تخش فيلا. بس شايف ان افلام الصوتي كلها دلوقتي بحته شعبي؟ اه بس دي قصه. انا هي انا معاك، بس انا ماليش دعوه. يعني انا قصه تانية، انا قصه ماليش علاقه بيها. وكون هو بيلاقي ان البطل عنده موجود في حاره، ده قضيه تانية برضه. يعني ده موضوع خاص باللي بيكتب. يعني هو مش هيجيب لك عبده موته دوت اللي هو فجاه يبقى موجود في فيلا او في قصر. هو انا اعتقد الدراما ده كده ماشيه صح. يعني انا مش بدافع او بقول ان انا عشان انا عامل ترامادول. لا، الفكره في انه ساعات الدراما انت عامل بطل عندك موجود في مستشفى المجانين، خلاص يبقى في مستشفى. فاهم قصدي؟ واحد بطل زي فيلم كباريه، بطل من خلال انه صاحب كباريه، او في مجموعه بيشتغلوا في كباريه، يبقى في كباريه. حسب الموضوع ما بيجرك. انا سامع جرس يعني جرس المسرح بيضرب وانا لازم اروح البس، فانا اسف معلش، وسعيد بهذا اللقاء طبعا، ونتمنى ان شاء الله انه يعني المسرحيه تنال اعجاب الناس. ونفس الحكايه الفيلم، ان احنا نرجع ان شاء الله نكمله باذن الله.